أنا بؤمن بحرية المعتقد، يعني لكل شخص يعتقد باللي بده إياه، في يعتقد بالحجر، في يعتقد بالشمس، بالقمر، في يعتقد بسبحانه وتعالى الله، في يعتقد باللي بده إياه بأي مذهب وبأي دين، حر، كل شخص حر. قالكن مرة جلال بريك: انتم ما تخافوا برشا من عذاب القبر، وقال الله تعالى ورزبه، أما الرجولة ما تكسبوهاش وما تحبوش رب الحق. لما سمعت أنا ضحكت مثلي مثل غيري. طلع معه حق، مليار مسلم، لا عندكم مشروع لتحرير القدس، لا عندكم مشروع لتطهير أرض الحرمين الشريفين من رجس الأمريكان ورجس الفرنسيين ورجس البريطانيين اللي بيسولوا بيجولوا بدون فيزا، بدون تأشيرة، يعني كما كل دول الخليج العربي. كفرتوا الشهيد صدام حسين وقتلتوه ورجعتوا اتهمتوا إيران، مين جاب الأمريكان انتو؟ مين اللي خلى إيران تدخل على العراق انتو؟ كمان كفرتوا قبله عبد الناصر وسممتوا للهواري بوميديان، وكفرتوا القذافي وقتلتوه امبارح، وعمار كمان عملتوا له فصل وسممتوه. بتعجب انا بواحد بيكمل شخص عم يسرق له البيت ما بيوجه له اي كلمه، بس في مثل بيقول جحا ما بيقدر الا لخالته، جحا ما بيقدر الا لخالته. انتو امريكا بتقتل مليونين عراقي بتسبوا لايران. امريكا بتدمر الصومال بتسبوا لايران. امريكا بتدمر اليمن بتسبوا لايران. امريكا واسرائيل بيحتلوا فلسطين بتسبوا ايران. تستعمرنا تركيا 420 سنة، تعي يا تركيا اركبي بعدنا، انت بتجننة، سبوا ايران. كل هيدا الدمار وكل هيدا الشيء، يعني مثلا السودان هلا انقسم اثنين، يعني ما بعرف اذا هيدا صهيوني برنار ليفي بتعرفوه ولا سامعين فيه؟ ما بظن سامعين فيه ولا بتعرفوه. جماعة ما بتحبوا رب الحق انتو. لك يا اخي انت لما بدك تتهم واحد انه ايران مجوس وايران عدوة العرب وايران متربصة بالعرب وايران بتكره العرب وخطر ايران وخطر ايران، امريكا احتلت العراق ودمرته، امريكا محتلة الخليج العربي، امريكا محتلة مضيق باب المندب، امريكا قسمي المغرب لاثنين، ولا بتحل، لا بتعطي دولة للصحراء ولا بتخلي المغرب يستعيد الصحراء، يعني بس لنشر القلاقل. المعاداة لإيران أكبر من المعاداة لأمريكا. أمريكا جت دمرت ليبيا ما بتعدوها. أمريكا دعمت إسرائيل لتعمل حرب على لبنان. أمريكا مساندة لتركيا المحتلة لواء الإسكندرون. تركيا وأمريكا ما فيش مجال تحكوا عنا، ما في مجال تحكوا عنا. لما يحورني واحد طوله مترين يا اخي وعرض كتافه ها وعلي قرعة هالقد مخه هيك، يعني وين عقله هيدا؟ عقل العصافير، جسم البغال وعقل العصافير. بتقول له تركيا احتلتك 420 سنة وعلقت كل الشرفة على المشانق بقلة ايران خطر. قل له امريكا اجت قتلت مليونين عراقي ودمرت الصومال ودمرت السودان ودمرت اليمن ولعنت ارض فلسطين وهتكت ليبيا وقسم المغرب وبتستفز بكل الدول العربيه، وموريتانيا حولتها ل ل ل ل دفن نفايات سامه وغيرها، بيقول ايران الخطر الايراني. انتم عندكم عقول ولا شو قصتكم؟ مندوب تركيا بيحضر بجامعه الدول العربيه وكانه عربي، واذا واحد قال ايران دغري بتتهموه مجوسي وبتتهموه شو اسمها هيدي الكلمة الثانية، رافضة مش عارف شو. يا أخي أنا ضد الحكم الديني، أو مش ضد الحكم الديني لأقولها، كل واحد له حريته. يعني أنا زلمة بحب يكون كل شخص له حرية المعتقد، إن كانوا مثلا مثل نظام فنزويلا ولا مثل نظام إسبانيا ولا مثل نظام
سوريا، انت بتعبد بالكنيسه وانت بتعبد بالجامع وانت بتعبد بالحسينيه وانت بتعبد بالخلوه وانت بتعبدش غير حجر، شو لنا عندك انت؟ شو لك عند العالم؟ هيدا الشيء مش عم تفهموه انتو، ودغري بتجيشه وبتصير تقول لي ايران، يعني كل شيء صار جرائم من امريكا ما بنحكم عليها لامريكا ولا بنوجه لها كلمه، ولكن بنحكم بالنوايا على ايران، لك انتو جبنا، لك انتو ارخص من هيك بشر ما شفت. مليار مسلم ليش ما بتفضلوا تحرروا القدس طيب؟ شو ناطرين؟ ناقصكم مال؟ ناقصكم رجال؟ يعني شو ناطرين يصير عددكم 2 مليار يعني؟ اذا 2 مليار مسلم باموال برجال بنساء بنسل ما شاء الله بكل شيء عندنا، عندنا امكانيات بكل شيء، ليش ما بنحرر القدس؟ افغانستان تحت الاحتلال، ايران هي اللي احتلتها، ايران هي اللي قصفت الاسلام بكوسوفو بالبوسنه والهرسك، هي قتلتهم. يعني عجيب امركم انتم، وبترجعوا تحكوا لي والله ما يعني ما هبلتوني، حلوا عن ربي.